هنا الألوان عالم آخر، والمزج بينها وبين أشخاصها حرب ضروس ضد التغريب وانطباعاته، لكنك في الوقت نفسه تشعر بين تفاصيلها الغائرة والبارزة بومضات تأتي من بلورة مسحورة تحمل الواقعية والخيال والسحر والجمال. إنه عالم عبد الهادي الجزار. غلب علي الجزار قوة البحار الذي لا يعجب إلا بالصيد من الأعماق السحيقة، وكأنه للإسكندرية منشأه الأول النصيب الأوفر في ريشة الجزار، فقد تعلم من تلك الأمواج العاتية الإصرار على الغوص بين أعماق النفس البشرية حتى مع الغرق المكشر عن أنيابه. فقد قدمته لوحة الجوع للمحاكمة في الفترة الملكية لمضمونها الفاضح للبؤس والفقر والجوع الذي عانى منه الشعب آنذاك. ويبدو أن المنشأ في حي القبارية السكندري والمعيشة بين دروب السيدة زينب القاهرية هما الأنامل الحقيقية لريشة الجزار. وسرعان ما تحولت أعمال الجزار من التساؤلات والخيالات الفلسفية إلى الواقعية والرؤى الإنسانية التي امتزجت بالطبقات المطحونة، ولذا سرعان ما تأثر الجزار بثورة يوليو 1952، فقد وجد في ضالته المنشودة ومعاني الالتحام بين الفنان والمجتمع، وبدأ ذلك جليا في أعماله عن تأميم القناة والسد العالي والدعوة للسلام وغيرها.
ولكن سمة حرب أخرى خاضتها ريشة الجزار ضد الجهل والشعوذة، كلوحاته المجنون الأخضر، العين السحرية، عربة السيرك، محاسيب السيدة. وبهذا يدعو إلى تحرير الطبقات المسحوقة من عبودية الخرافات إلى الحرية عبر الفن. رسام الفقراء والمهمشون هو الاسم الذي التصق بالجزار، وباتت حياته الفنية مكرسة لتلك الطبقة، حتى كانت لوحاته رسمها مجموعة من الفقراء والمساكين الذين كانوا مريدين له ومريدا له. في لوحته الشهيرة السد العالي نقرأ تاريخاً للمشروع القومي، ونرى في تلك التفاصيل المصممة بمهارة فنية عالية روح التحدي والإرادة والتطلع للمستقبل، كل هذا مجسداً في رأس إنسان عملاق وجهه يشبه وجه الزعيم جمال عبد الناصر. وتحولت اللوحة إلى أنشودة خالدة، رمز الزعيم والنيل والفلاح المصري. عزف الجزار رويدا رويدا عن متاهات عالم السحر والشعوذة، وبات همه الرئيسي في فئة الغوص في باطن الحياة الشعبية، وهجر أساليب التجريب وتحول في الحقب التالية في لوحاته إلى كاتب بريشته يسرد ويصف التحول في لوحاته إلى رواية بالصورة، وسمة صورة تعبر عن 1000 كلمة. رحل الجزار وبقت لوحاته امتداداً للتاريخ وفصوله المقروءة وغير المقروءة.